قلت واحد المرة نسيت الوالي وقلت له سيد كاتب العام، قلت له سيد كاتب العام راه الولاية ديال جهة طنجة تطول الحسيمة، إذا هزتي يد على المهرجان، المهرجان طاح، هذه هي الجهة الوحيدة اللي بقات إلى جانب المهرجان. بالنسبة لمهرجان طنجة الدولي للشعر في النسخة ديالو التصحيحية، الدورة ديال الشاعر لويس غارسيا مونتيرو الشاعر الإسباني، هاد السنة هادية المهرجان ارتأى أنه يقرب الضفتين من خلال شعار الدورة اللي هو على ألق الشعر تلتقي الضفتين. المهرجان غادي يتميز بشعراء أدباء إسبان اللي غادي يزورون المدينة طنجة اللي غيترأس الوفد ديالهم طبعا لويس غارسيا مونتيرو، هذا بالإضافة أنه سيكون شعراء مغاربة مشاركين في هذه النسخة لهم علاقة بالأدب الإسباني. المهرجانات السنة هادية غادي يكون عبارة عن نصف افتراضي والنصف الآخر غادي يكون حضوري، اللي من خلاله اخترنا واحد العديد من الفضاءات داخل المدينة ديال طنجة اللي كنحاولوا أننا نبلغوا من هذه الرسالة أن مدينة طنجة كتزخر بواحد العديد من البنية التحتية والقاعة الثقافية اللي هي قادرة أنها تحتضن هذا النوع من الأنشطة الثقافية والأدبية بمدينة ديال طنجة. بالنسبة للشاعر الذي يتم تكريمه هو أحد أهم شعراء الإسبان، يعني بدأ تجربته الشعرية في فترة الثمانينيات، وكانت له علاقات مع شعراء يمثلون، إذا أردنا أن نقول يمثلون عمق التجربة الإسبانية، سواء من جيل 27 أو من جيل الخمسيني، لأنه بالفعل كان قريبا في قبل وفاة رافائيل ألبرتي، كان قريبا من رافائيل ألبرتي، واستطاع أن يقوم بإصدار عمل لرافائيل ألبرتي، هذا بالإضافة إلى علاقته مع شعراء الجيل الخمسيني أو شعراء ما يسمى بجيل أطفال الحرب، فهو ارتبط بأسماء أنخيل غونساليس وبيبي كابايرو بونالد وفرانسيسكو برينيس والعديد من الشعراء الذين كانوا يمثلون تجربة في الواقع الآن تلاشت، لأنه لم يتبقى من الجيل الخمسيني حيا إلا الشاعر أنطونيو غامونيدا. إذن هو حاور التجارب الشعرية الإسبانية قاطبة، وحاور التجارب في أمريكا اللاتينية، واستطاع أن يفرض نفسه كشاعر مميز منذ تجاربه الأولى. حاليا إذا أردنا أن نقوم بعملية إحصائية لأعمال هذا الشاعر، فهي أعمال بين المجاميع الشعرية وبين الدراسات الأدبية، هناك تقريبا 50 عمل أو أكثر بقليل، هذا يعني بأنه أصبح شاعرا متجدرا في المسار الشعري الإسباني ككل، وهو مرشح لنيل جائزة سيربانتيس للعالمية للأدب. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.